وللحديث أكثر عن الفساد المالي والإداري في العراق ينضم إلينا الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من عمان. أهلا ومرحبا بك دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم دكتور. اليوم في استراليا اعتقل مسؤول سابق في شركة لايتون بدفع رشا لمسؤولين في العراق للحصول على عقود بمليارات الدولارات في قطاع النفط، بينهم نائب رئيس وزراء ووزيرا نفط. هذا ما كشفت عنه استراليا. لماذا لا تكشف الحكومة في بغداد عن قضايا الفساد الكبيرة كما يكشف العالم المسؤولين المتورطين في قضايا فساد بالعراق؟ حقيقة موضوع الفساد موضوع غاية في الأهمية، وأصبح الفساد شكلا متجذرا وشبه مشرعا في العراق في مؤسسات الدولة. ولذلك نلاحظ أن وجود الفساد هو الذي جاء بكل أزمات العراق، بدءا من الإرهاب دخولا إلى عمليات الصراع الطائفي والإثني والعرقي والتوجهات في انتشار السلاح وحمله وعمليات الدعم لكل أشكال الميليشيات التي تنمرت على الدولة وتعبث كما تشاء. ولذلك نلاحظ أن الفساد هو الجوهر الأساسي الذي يجب محاربته لإقرار بناء دولة مواطن. نلاحظ ليس فقط في البصرة أو غيرها من المحافظات أن نسب الفقر تزداد رغم الإيرادات الفلكية التي دخلت العراق منذ 2003 حتى 2019. ما نعيشه الآن من أزمة في مسألة المرتبات ما هي إلا عبارة عن عملية نصب واحتيال على إقرار قانون القروض الذي أباح للدولة والحكومة الاقتراض بمبلغ 23.4 تريليون دينار عراقي موزعة بشكل عشوائي. لاحظ الفساد يتمثل به. أولا هناك فقرة في مسألة توزيع وتخصيصات 23.9 تريليون المراد اقتراضها، والتي كانت سابقا طرحت باقتراض 41 تريليون دينار عراقي، ولكن تم تخفيضها أثناء مناقشات مجلس النواب. تتمثل أولا رقم 3 رواتب المنح للماء والمجاري والمؤسسات البلدية وأمانة العاصمة بغداد 453 مليار، وفقرة أخرى تعود رقم 21 بنفس القائمة في عمليات التخصيصات من القروض التي سيتم عملية طلبها، المنح التشغيلية للماء والمجاري والمؤسسات البلدية وأمانة بغداد 300 مليار. إذن هناك حالة من التحايل على الشعب العراقي في مسألة سرقة المال العام بشكل رسمي ومدون. ولذلك نلاحظ أن التشريعات دائما تعمل على خدمة وشرعنة الفساد في العراق. ولذلك نلاحظ الفقر يزداد، البطالة تزداد، أعداد كبيرة جدا من الخريجين في الشوارع، مؤسسات الدولة لا تتمكن من تقديم الخدمات كالصحة والتعليم وكذلك أيضا خدمات البلديات وغير ذلك. دكتور إذا كانت قضية واحدة في قطاع واحد وصلت الريشة فيها إلى 1.4 مليار دولار، كم يصل حجم الفساد في باقي قطاعات الدولة؟ نعم حقيقة هذه. ولذلك نلاحظ أن الأموال المهربة إلى خارج العراق تزيد عن 500 مليار دولار. يعني بمراجعة بسيطة جدا للمواطن، وهو لو تجمع الموازنات التي تم إقرارها من 2003 ولغاية اليوم تتجاوز بحدود حوالي 950
مليار دولار. نعم. أما البقية الإيرادات، لو تجمع الإيرادات الداخلية من الناتج المحلي الإجمالي للعراق السنوي لكل سنة من السنين من 2003 ولغاية اليوم 2019، نلاحظ تقدر بحدود حوالي 1 تريليون 130 مليار دولار. اطرح من عندها القيمة للموازنات، ستلاحظ هناك أكثر من 500 مليار تقريبا أو بحدود 470 مليار دولار هو الفائض من المفترض أن يكون موجود في صندوق سيادي أو موجود في البنك المركزي العراقي أو تمت عمليات استثمار. ولذلك نلاحظ الفقرة 22 في عمليات التخصيصات للقروض القادمة المشاريع الاستثمارية فقط كلمتين 2.4 تريليون دينار. نعم. علما بأنه المشاريع الاستثمارية متوقفة بالعراق منذ فترة، هذا جانب. الجانب القانوني، لا يمكن البدء باستثمار أي نوع من أنواع المشاريع ما لم يتم عمليات التخصيص المالي لها. طيب. يعني هذا جانب جدا جوهري، سواء عفوا التخصيص مالي نقدي أو التخصيص يكون مادي كأن يكون نفط أو معادن أو مواد أو غير ذلك، يعني كل شيء محسوب في عمليات الاستثمار. نعم. لماذا الآن نعمل على الاقتراض وندفع بما يسمى بالمشاريع الاستثمارية؟ نعم. هذا جانب يدلل على أن هناك ضحك على ذقون المواطن العراقي. طيب دكتور صباح، وقفوا عملية صرف المرتبات من أجل الوصول إلى عملية سرقة شرعية. نعم. بهذه التخصيصات التي سيعملون على اقتراض النائب السابق 23.9 تريليون. النائب السابق مسعود حيدر يقول إن الأحزاب توزع تخصيصات المحافظات الجنوبية فيما بينها. هنا السؤال الذي يطرح، أين الأجهزة الرقابية إذن؟ من من هذه القسمة التي تمتد منذ سنوات؟ عفوا، أي رقابة بالعراق؟ لا توجد رقابة، ما زال لم تكن هناك محاسبة سنوية في تقديم ختاميات لأي محافظة وأي قضاء وأي موازنة وأي رئاسة وزراء. أعطيني سنة من السنوات تم تقديم بها منذ 2003 ولغاية اليوم تم تقديم ختاميات كي نعرف أين صرفت هذه الأموال ولمن وأين هي المشاريع على الواقع. نعم. 2017 نعم. حسب إحصائيات هناك أكثر من 20,000 مشروع وهمي لم يتم البدء به وتم تخصيص أمواله. هذه كارثة، هذه كارثة. عفوا، هناك فقرة رقم 9 الحنطة والشلب، كلمتين الحنطة والشلب. نعم. راصديلها 1.8 تريليون دينار عراقي، يعني بحدود حوالي 1.5 مليار دولار. هذه وحدة. الاثنين رقم 10 دعم المزارعين 63 مليار، يعني حدود حوالي 55 مليون دولار. لاحظ الفرق. شنو الحنطة والشلف؟ شنو هالفقرة؟ شنو هاي الفقرات؟ البطاقة التموينية. طيب. البطاقة دكتور التموينية يعني في ظل هذه في ظل هذه الأرقام التي تطرحها جنابكم في الأجوبة، يعني الكاظمي طرح في برنامجه لتولي منصب رئيس الحكومة بند محاربة الفساد، كيف تقيمون أداءه في هذا البند منذ أن تولى المنصب وحتى اليوم؟ وهل ترى خططا لتنفيذ رؤيته لمحاربة الفساد أم لا؟ حقيقة الكاظمي طرح كسابقه عادل عبد المهدي وكذلك أيضا حيدر العبادي عندما طرح لنا أكثر من 50,000 فضائي في الجيش والأمن وغيره ودون جدوى، وكذلك أيضا عادل عبد المهدي عندما رفع شعار محاربة الفساد والعمل على المشاريع وبناء وغيره وإعادة إعمار المدن المدمرة. هذا كله عبارة عن عمليات كسب إعلامي من أجل أن يثبت نفسه في الأشهر الأولى
وترضى عنه قوى الفساد الموجودة في مفاصل الدولة. حقيقة الكاظمي رفع هذه الشعارات وكان أولها هو كشف من قتل المتظاهرين ومن خطفهم وغير ذلك من العنف أزاءهم، ولكن دون جدوى، دليل على أن قوة تيار الفساد أقوى من الدولة. لا. لا. وهذا ما نشاهده الآن عندما تطلق الصواريخ على المنطقة الخضراء طيلة هذه السنة الماضية والسنة الحالية، وليس هناك رادع من قبل الدولة أو من قبل الحكومة، وهذا يدلل على أن القوى خارج القانون أقوى من الدولة بشكل كبير جدا. ولذلك الكاظمي حتى يعوض هذا الإخفاق في محاربة الفساد يهرول باتجاه عملية الانتخابات دون أن يهيئ البيئة الحقيقية لإنجاز انتخابات نزيهة وشفافة. نعم الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.